مجددين أساتذة أكفاء وأيضا أساتذة متميزين من الدكاترة والتدريسيين. طبعا جامعة متكاملة من كافة النواحي، من الناحية العلمية ومن الناحية الخدمية. أيضا نشكر السيد رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور عمار السلامي على هذا الجهد والصرح التربوي المتميز، وأيضا الجامعة توفر لنا أنشطة طلابية مختلفة مثل الأنشطة الرياضية وعرض المواهب الطلابية من ناحية الرسم أو من ناحية يعني أشياء أخرى. ويوجد في الجامعة أسبوع ثقافي كل عام متجدد. هذا الأسبوع، الأسبوع يحتوي على أنشطة متعددة، أنشطة تابعة للطلاب.